يعني طب نتفق ولا نختلف ان المرحله الجايه مرحله بناء، وهل مرحله البناء هنطالب فيها ببطوله ولا هنصبر؟ ده سؤال مهم جدا. طيب اسمح لك، يعني اسمح لي، يعني طبعا بناء هتبني امتى؟ يعني في الاسبوعين الجايين دول، ما ينفعش. في الاسبوع الجاي لا ده، معلش، مع احترامي، احنا مع الموسم. استاذ محمد، احنا هنا مسؤولين زي ما قلت لك. انا عارف، عشان انت كده بسأل هتبني، حضرتك. لا انت حضرتك دلوقتي عايز تبني، اها، هتبني من اول الموسم الموسم الجاي طبعا. انت يعني. دلوقتي تخطيطك، دلوقتي تفكير الاداره كيف يكون شكل فريق نادي الزمالك في موسم 22 23 يعني دلوقتي مرحلة بناء للموسم القادم. القادم طبعا. طب الموسم الحالي لا ايه المطلوب؟ المطلوب ايه بقى مطلوب هنا، من فريرة والفريق؟ لا ما هو فريرة بقى عليه هو الدور الأكبر، إنه في تعديل التكتيك أو التكتيك، وتعديل الأسلوب بتاع اللعب، ورفع معنويات اللعيبة، وتحسين المهارات وصقل مهاراتهم وأدائهم، وتكوين أفكار خططية جديدة عليهم، محاولة لتحسين المستوى. لكن هقول لك حاجة، يعني فريرة في مرحلة تطوير أداء. هقول لك حاجة، خليني أقولها كده بصراحة وبوضوح قدام يا الكاميرا. ريت. فريرة لو خسر الدوري هتقدر تحاسبه؟ يعني لا. اقول لحضرتك ليه حاسبه؟ هقول لك ليه، مش مش هيكون هو انا مختار اقول اللعيبة، ماشي. وانت وعلى ما تاخد على طريقته هيضيع منك كام ماتش، لكن هي الفكره فنيه. طب اقول لحضرتك وجهة نظري، اتفضل. امتى حاسبه وامتى لا؟ احاسبه لو لقيت الاداء من سيء لاسوأ ومفيش تطوير، مفيش تغيير، ما مفيش هيقول لك تعديل داخل القماشه اللي الملعب. قدامي كده. لا، ما هو جاي عارف القماشه. ما لا خلينا متفقين ما برضو، هو، ما هو استاذ امير انت، مرتضى، استاذ امير انا طلع قال شرحنا له كل مواقف، وفريره قال اتشرح لي كل مواقف، ومع احترامنا ليه وعارفين بحبه قد ايه، ولكن حبنا للزمالك اهم، وطلع قال انا وقت صعب جدا وان شاء الله هنطور. نشوف بسيطه امل. ما اصلا انا لو قعدت نص، اصل ما هو انت حاليا هتطور، مع موسم الا حته، هتطور مع نفس القماشه. هو ما هو حاليا انت معاه نفس تقريبا نص القطن، الموسم. نفس القطن هتدخله في المكنه عشان تطلع قماشه، ما هي نفس القماشه، نفس الخامه. ما هو نفس ما هو انت اللعيبه دي، بتعمل ايه بقى؟ نفس بتحسن. اللعيبه دي اللي ما اخدت الدوري. بتحسن ازاي يا محمد؟ تغير اللون بقى. ماشي. يعني تحسن الكواليتي اللي في الاداء شويه، اللعيبه فوق. هم مش دول خدوا الدوري السنه اللي فاتت؟ ما انا هقول لك يعني بقى، معنى كده القماشه دي، وهو قالها، قال امكانيات الزمالك وامكانيات اللعيبه اللي انا شفتها تأهل الزمالك ببطولات. بص، الفريق ده خد دوري صحيح، ماشي، يعني اللعيبه دي اصلا عندها يعني ووصل اداء، فاينل افريقي. ونوصل فاينل يعني عنده اداء كويس. هو اللي حاصل ان في دروب فني غير مفهوم، غير مفهوم. لا دروب مفهوم، فني لا لا ونفسي، ظروف فنيه مفهومه، ونفسي اتنين. ونفسي، لا هو اسباب ما احنا عارفينها. ماشي. المستوى الكيرف وقع، فييرا بقى المسؤوليه الاكبر عليه ان هو يرفع تاني من الكيرف ده. اوكي، يعني لو، عشان اجي بقول لو ما قدرش يشتغل وما قدرش يعدل، انا امتى احاسب؟ لما الاقي ان الزمالك بيخسر ومن اسوأ لاسوأ هو ومفيش عنده، تعديل. هو عنده شماعه هيقول اي مدرب في العالم بيجي في نص موسم بيقول نفس الكلام ده اللي انا بقوله لك، عن خبره 30 سنه في الصحافه، هيقول لك اصل انتوا اللي اخترتوا، اصل القايمه دي مش بتاعتي. طب لو اخد الدوري احاسبه؟ ده انت تحطه على طب راتب ليه؟ ما محفوظ. هي هي. لا ما هو هنا، كده نرجع، لنقطتي، ما هي يبقى كده هي هنا، هي. ايه، مش هو برضه اللي اختاروا القماش؟ ما انا هقول لك حاجه، ما هو مش هو المختار القماش، بس هو ايه، عنده مبرر. لو ما تحسنش الاداء، هو الوضع كله في ايده، هو انه يحسن تكتيك الفريق، وفي وضع برضه في ايد اللعيبه انها تفوق شويه، يعني لا تحسن. اللي اللعيب اللي مش موفق يدرب لوحده يا اخي، يقعد مع نفسه ما بيشوطش عدل، يتمرن لوحده يشوط. ما انا احنا قلت كده والله في الانترو، قلت احنا في مرحله تطوير وبناء، فاللي شايف نفسه محتاج شغل مش لازم المدرب يجي يقول لك لازم تفطر النهارده كذا انت اشتغل كمان على نفسك، انت بص محتاج يا محمد، تشتغل على نفسك. خليني برضه اتكلم. انا بناشد اداره نادي الزمالك ماشي بايقاف اي كلام عن تجديد العقود نهائيا. ماشي. اللي عايز يجدد بعدين في نهايه الموسم، ما نشغلش اللعيبه بتجديد مش عقود. نايب موسم، اللي عايز انا اللي عايز كزمالك لازم يكمل اعرف يكمل. عشان اجهز ما انا ورقي، بقول لحضرتك اهو، دول عشان اجهز حلولي للسنه الجايه مثلا لو لقيت كوره مش ما هيجدد هو خلاص. اللي عايز يجدد هيجدد دلوقتي من تلقاء نفسه، زي ما عمل محمد عبد الشافي، رمز من رموز نادي الزمالك المحترمين جدا.
يعني ده جدد على طول، اللي عايز يجدد دلوقتي يجدد، مش هيجدد خلاص ما نشغلوش، خليه يركز في البطولتين، هات لي بطولتين وشكرا واعمل له حفله زي ما قال المستر مرتضى منصور. كده كده الزمالك مش واقف على اللعيب، اللي موجود مع الزمالك اهلا وسهلا، مش موجود برضه اهلا وسهلا.